ريت تنقل لنا بقى أجواء البعثة، والنهاردة كان في مؤتمر صحفي، اليوم عندك مشى إزاي؟ تحياتي ليكم طبعا في البدايه ولكل المشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي. يعني نقدر نقول حتى هذه اللحظه الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب وبشكل مطمئن جدا للاعيبه النادي الاهلي والبعثه بالكامل. يمكن اكدنا وقلنا المجهود الكبير اللي بذل من الكابتن محمود الخطيب بالتنسيق مع معالي السفير، طبعا الامور الحمد لله تنسيق على اعلى مستوى. التامين النهارده كان اكثر من رائع بالنسبه للتدريب الاول والاخير لفريق النادي الاهلي النهارده. يمكن اليوم كان بادئ من الساعه 4 عصرا من الاجتماع الفني، الامور طبعا الاعتياديه الزي الرسمي للنادي الاهلي ونادي الهلال، وصول الفريقين، كل الامور الاعتياديه. لكن النهارده التدريب كالعاده قبل التدريب سبق مؤتمر صحفي مستر ريني فايلر المدير الفني والكابتن عاشور، واهتمام كبير جدا جدا من كل وسائل الاعلام السودانيه هنا لاهميه هذه المباراه. الاسئله طبعا كلها كانت منصبه في اهميه المباراه، ويمكن بعض الناس ذكرت عن الفيديوهات الاخيره اللي اثيرت بعض الجدل شويه. يعني حسام عاشور طبعا قال احنا بنتكلم في المباراه فقط لا غير، مستر فايلر ما علقش على هذا الامر، الكل مركز في هذه المباراه وده اللي اكد عليه الجهاز الفني. الحضور طبعا النهارده معالي السفير كان متواجد حسام عيسى، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره ورئيس البعثه. للتدريب 60 دقيقه النهارده، يعني طبقا للوائحه الخاصه بالكاف 15 دقيقه الخاصه ب طبعا الصحافه والاعلام والقنوات المتواجده. نقدر نقول التدريب شبه مغلق، لكن كان في تمويه كده من مستر نيني فايلر ما بيحاولش ان هو يكشف طبعا التشكيل او التكتيك اللي هو بيحاول ان هو يطبقه ان شاء الله في المباراه. لكن انتوا عارفين طبعا يعني بكره هو اليوم الاهم، يعني احنا كل الامور دي بالنسبه لنا امس واليوم امور عاديه وامور بالنسبه لنا تعودنا عليها في افريقيا وفي البطوله الافريقيه، لكن غدا هو اليوم الاهم. التكتيك والطريق والتامين ووصولنا وكل الامور دي هي اللي منتظرينها ان شاء الله تكمل على خير باذن الله. وكمان النادي الاهلي يقدر ان هو يحصل على بطاقه الصعود من هنا في السودان. لكن كل التاكيدات ان قوات المسلحه السودانيه ووزاره الداخليه السودانيه التنسيق على اعلى مستوى يكونوا متواجدين مامنين البعثه بالكامل، هو ده اللي احنا طالبينه. يمكن الكابتن محمود اكد على الجمهور، هم يمكن 500 تذكره تهموها بالفعل الكابتن سمير عدلي، وكابتن سمير عدلي قدر ان هو يصل لجمهور النادي الاهلي اللي عايز يجي بكثافه. لكن اكيد طبعا 500 مشجع ان شاء الله يكونوا متواجدين، العدد كنا بنعمل ان هو يكون اكثر من كده، لكن ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون في الميعاد. التركيز، شخصيه النادي الاهلي، الاصرار والجديه والعزيمه، كل ده منتظرين ان شاء الله ان احنا نشوفه بكره من لعيبه النادي الاهلي، وباذن الله تكون كل الامور مهيئه ان شاء الله. ان شاء الله. هل كان ليك حوارات جانبيه مع بعض اللاعبين او حاجه زي كده تنقل احداث، تقول لنا الاجواء، اللعيبه، الوضع ايه، الثقه ازاي؟ اقدر اقول لك ان كل اللعيبه كلها عن المباراه والتركيز. يعني مش عايز اذكر اسماء اللعيب، بعض اللعيبه على قد ما انا هقول كل اللعيبه اللي انا اتكلمت معاهم بتتكلم على الرساله المهمه جدا وتواجد الكابتن محمود الخطيب رغم الظروف الفتره اللي فاتت، انه يكون متواجد ومترأس هذه البعثه، دي رساله مهمه جدا ووصلت للاعبين. يعني انا يمكن كنت اتكلمت مع اي مجدي قفشه، اقدر اتكلم معاه الشناوي، يعني قالوا الكابتن محمود الخطيب بوجوده معانا في المباراه، في مباراه الغد والمباراه ايضا وظروفها وكواليسها واجواءها دي مسببه يعني عامله حافز كبير جدا جدا لكل اللعيبه. يعني نقدر نقول بكره هنشوف تضحيات، هنشوف انكار ذات، هنشوف شخصيه النادي الاهلي اللي بينادي بيها وكل الجهاز الفني بينادي بيها، كل اللعيبه مركزه. يعني ينقصنا بس التوفيق ان شاء الله يكون معانا حكم المباراه ان شاء الله باذن الله يدينا حقنا في الكوره، ما يبقاش في اي تحامل، يعني ما ينفعش ليه هجوم الجمهور او ضغط الجمهور اللي متوقع يكون متواجد بكثافه. يعني ملعب الجوهره الزرقاء احنا كنا متواجدين عن النهارده عليه في التدريب، والملعب بيتسع ل 65,000 مشجع، يعني متوقع انه يكون متواجد بكثافه جدا كل جمهور الهلال السوداني في المدرج. لكن النادي الاهلي ان شاء الله متعود على كل هذه الامور، لعبنا في اجواء اصعب من كده. هو الحاجه الوحيده اللي احنا بندعي بيها ربنا سبحانه وتعالى ان يكون التوفيق مع لعيبه النادي الاهلي بدلا في المباراه الهامه والمخاطره والمنتظره من كل جمهور النادي الاهلي. كريم، اكيد المؤتمر الصحفي انت شفت حاجات تحب تقف معانا عندها وتقول لنا انطباعاتك، وايه اهم الحاجات اللي دارت في المؤتمر الصحفي؟ يمكن طبعا الاسئله كلها كانت على رمضان صبحي احمد الشيخ. الناس يمكن قالت هل تاثير رمضان صبحي واحمد الشيخ هيكون لتاثير على الجهاز الفني؟ مستر ريني فايلر اكد وقال ان كل الامور دي بالنسبه لنا احنا خلاص عندنا 21 لاعب كلهم جاهزين، مش هنبص لمين غاب او مين متواجد، على قد ما احنا هنبص للعيبه اللي معانا والجاهزيه اللي معانا. لان اتكلمت زي ما ذكرت وقلت على الفيديو الاخير او بعض التهديدات اللي كانت من يعني حاجه قاعده شاذه، كل جمهور ليه قاعده شاذه، زي ما بقول لك كل الامور كانت
منصبه في المباراه، اي اسئله كانت خارجه عن المؤتمر الصحفي كان بيتم الرد عليها من كابتن حسام عاشور ومستر ريني فاينل الحديث فقط في المباراه. لكن بقول لك الحمد لله يعني حتى هذه اللحظه الامور بالنسبه لنا ماشيه بشكل طيب، ونتمنى تكمل على خير باذن الله بكره ان شاء الله. ان شاء الله يا كريم، شكرا ليك، وان شاء الله بكره باذن الله كلنا نفرح بفوز او وصعود النادي الاهلي ونعدي عنق الزجاجه دي. شكرا كريم.